الاسبوع اللي فات كان اسبوع مليان مفاجآت. شفيق اتخانق مع بن زايد وقرر ينزل قصاد السيسي، فالامارات تمنعه من السفر، فيقرر شفيق انه يفضحهم على البعبع اللي بيخوفهم. الفضيحه بقت دوليه وقلبت عليهم الدنيا، وهوب اكتشفوا بعد 4 سنين ان شفيق دخل الامارات من غير تاشيره، وقرروا انهم يرحلوا على مصر. شفيق يرجع ويتاخد من المطار للنار، ويطلع بعدها يقول انه هيراجع نفسه في موضوع الترشح قدام السيسي. المصريين عموما شافوا اللي حصل ده بطريقتين، في ناس شافته كده: كنت قد اعلنت عن ترشحي لمنصب رئيس جمهوريه مصر العربيه، وقالوا ان شفيق رجل عسكري وقراره من دماغه وبيعتمد على شعبيته ال 12 مليون صوت اللي اخذهم في 2012، وانه ممكن فعلا يعمل حاجه قدام السيسي، لان الجيش في الوقت الحالي مش هيسمح لمدني زي خالد علي مثلا انه يهوب من ناحيه الاتحاديه. وبرضه في ناس تانية شافته كده: كنت قد اعلنت عن ترشحي لمنصب رئيس جمهوريه مصر العربيه، وقالوا ان دي لعبه من الامارات للضغط على السيسي، وكل اللي حصل ده مترتب مع بن زايد لتلميع شفيق وجعله بطل شعبي وتجهيزه كبديل للسيسي اللي اتحرق واصبح كارت خسران. في نفس اليوم طلع لنا ضابط جيش تاني واضح انه مثقف ومش عاجبه المال الحي واضح انه مثقف ومش عاجبه الحال المالي. الراجل يا جماعه كلامه مطمئن لدرجه ان في ناس شافته كده: اعلن اعتزامي الترشح لمنصب رئيس الجمهوريه بالانتخابات الرئاسيه. انا شخصيا كنت مع الفريق ده، وبالذات بعد القبض عليه وتلفيق التهم ليه، بس ده برضو ما يخلناش ننسى ان في ناس تانية شافته كده: اعلن اعتزامي الترشح لمنصب رئيس الجمهوريه بالانتخابات الرئاسيه، وقالوا ان دي مجرد تمثيليه اتفق عليها العسكر علشان يعني يعملوا زخم في الانتخابات ويستدرجوا الناس للنزول قدام اللي جاي. اما الشيء الوحيد اللي جمع المرشحين الثلاثه شفيق وقنصوه وخالد علي ان الثلاثه توجهت لهم تهم، ومش بعيد نشوفهم قريب خلف القضبان، وده طبعا لان السيسي عارف كويس ان صعود اي حد غيره يعني محاكمته والنبش في الجرائم اللي اتعتم عليه. بعيدا بقى عن الهري ده كله، فكل الفرق اللي اختلفت في وجهات النظر اللي فاتت دي خونت بعضها وقالت في بعضها اللي ما اتقالش في السيسي نفسه، رغم ان كلهم على خط واحد ومعترفين بانقلاب 3 يوليو ومركزين على قضايا الشهداء والمعتقلين وشايفين ان اي اتفاق لبيع الارض كأن لم يكن، وده بما ان السلطه الحاليه مغتصبه وما بني على باطل فهو باطل. هما الحقيقه متفقين في نقط كتير جدا، بس ربك مسلط عليهم انفسهم لحكمه ما لا يعلمها الا هو سبحانه وتعالى. الجيل ده من الموبايلات اسمه الموبايل الذكي، عرفه ليه؟ عشان مصحصح كويس وعارف انه مجرد موبايل، اي نعم عليه تطبيقات السنين، اتصل واتس، اتصل ايمو، اتصل تليجرام وماسنجر، بس لما هتجيلك مكالمه موبايل هتلاقيه يفصل كل ده ويفتكر انه موبايل ويحط قدامك المكالمه غصب عنك وعنه. خليكم اذكياء زي الموبايل ده، مهما زادت الخلافات وكترت المهاترات ساعه الجد خلينا نفتكر مين عدونا بدل ما ننشغل بانفسنا ونضيع الناس اللي ورانا اللي متشعلقين في رقبنا اننا نلاقي لهم حل. المعتقلين يا اخوانا واهاليهم واهالي الشهداء والناس المطحونه في مصر مش عايزين نسمع منهم دعوه علينا ولا نخيب مالهم فينا. اختلفوا كيفما شئتوا، بس افتكروا كويس ان انتوا مش اعداء، انما عدوي وعدوكم واحد. اللهم قد بلغت، اللهم فاشهد.